فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل ما قال غير واحد من الطائفتين، ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. نعم، التختم هذا إما أنه من المباحات للحاجة، لأن الإنسان يحتاج إلى الخاتم ينقش عليه اسمه، وإما أنه من السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم ويكتب عليه اسمه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يختم به على كتب الرسائل والكتب. أين يضعه؟ كانوا يضعونه في اليد اليسرى، كانوا يضعونه في اليد اليسرى، ولكن الأمر في هذا واسع، وضعه في اليد اليمنى أو وضعه في اليسرى، الأمر في هذا واسع. لكن إذا كان المبتدعة يلبسونه في يد يمنى أو يسرى، فإن من العلماء من يرى مخالفتهم في ذلك بأن يضعه في اليد الذي لا يضعه المبتدعة فيها إظهارا لمخالفتهم. هذا هو الغرض من ذكر هذه المسألة.